استهداف ممنهج للطلبة والمعلمين من قبل الاحتلال وتهديد بإطلاق النار وإعاقة وصولهم إلى مدرستهم، هكذا فعلت قوات الاحتلال صبيحة هذا اليوم في مدرسة الساوية اللبن الثانوية جنوب نابلس، عندما قامت باقتحامها والتهديد بإغلاقها والاعتداء على المعلمين فيها. تم اقتحام مدرسة الساوية اللبن بذريعة أن هناك طلبة ألقوا أو ناس ألقوا حجارة على مفرق الساوية التي تبعد مئات الأمتار عن المدرسة، وأيضا اقتحموا مدرسة بنات اللبن الثانوية، وكل رسائلهم كانت لإدارات المدارس بالتهديد بإغلاق المدارس وقتل والاعتداء على الطلبة. ولكن نحن نقول بأنهم يريدون أن نغلق هذه المدارس وهددوا بإغلاقها، نحن مستمرون بالتعليم رغم كل التحديات. جنود الاحتلال أثناء اقتحام المدرسة هددوا بقتل الطلبة هنا على غرار إعدام الفتى مصعب نفل 18 عاما من قرية المزرعة الشرقية الذي ارتقى برصاص الاحتلال يوم أمس. وكل أنا بدناش يا ريت تنبه على الطلاب في الطابور الصباحي إنه إذا بحاولوا يتمردوا علينا أو يعملوا أي حركة ضدنا أو ضد المستوطنين رايحين نقتل مثل ما قتلنا الطالب في قرية السنجل. هاي الرسالة بصريح العبارة حقيقة، هو تهديد، والتهديد الآخر هو الرسالة الثانية هو إغلاق المدرسة. يعني المدرسة تعرضت للإغلاق لأكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل إليها وتعرقل وصول الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في بلدة الساوية، وذلك عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة. تهديد أمن طلابنا بالقتل في ذهابهم وإيابهم للمدارس في الوقت اللي المستوطنين قاعدين بكسروا سيارات على الشوارع الرئيسية وما حد بيعاقبهم، لكن إحنا طلابنا صاروا مستهدفين زي قطف الزيتون، قاعدين بيقطعوا فيهم واحد واحد، وهذا استهداف بنعتبره خطير بحق طلابنا وبحق مدارسنا. هي الاعتداءات ذاتها في تلك المدرسة التي تنفذها عصابات المستوطنين بحماية كاملة من جيش الاحتلال في قرى وبلدات محافظة نابلس وعلى الطرق والشوارع الرئيسية. انتهاكات احتلالية مستمرة بحق العملية التعليمية هنا في محافظة نابلس، لا تسلم هذه المدرسة التعليمية من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على الطلبة والهيئة التدريسية وعلى مدار العام الدراسي. من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بدر أبو النجم، تلفزيون فلسطين.